RMBFM توحد الوجدان الجماعي وتؤكد روابط الانتماء والتمازج بين مكونات المجتمع. نشر ثقافة حقوق الإنسان ومواكبة التظاهرات والاحتفالات. تلاقح الأجيال وتقوية النسيج الاجتماعي عبر إحياء الفنون الشعبية والتراث. تابعوا برامجنا يوميا وعلى مدار الساعة على موجات راديو منزل بوزيان FM على الموجة 103 ميجاهرتز. RMBFM الصوت صوتكم.
طل القمر سألني شو الخبر قلت له يا قمر عشقاني ولما طل القمر سألني شو الخبر قلت له يا قمر عشقاني عدرو بالهوى مشاني يا حبيبي عدرو بالهوى مشاني عكرني الهوى وصلني يا حبيبي عنقود استوى وناداني ناداني حبيبي صباح الخير صباحك ورد وفل ولوز يا عمر صباح النور يلا اصحى غنك فيروز ايامكم فل يسمع وعلى اذاعتنا ان شاء الله تكونوا راضين راديو منزل هزيان الصوت الحر اصحى غنك فيروز الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس وحدة شمسين نقاش وحوار تحقيق ومتابعات حصرية لكل الأحداث فقط على موجة إذاعة منزل بوزيان FM الصغير اللي تحرص عليه يكبر ويحط كفي عينيه كلمة أهل وشو منقله صادر صادر يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله قريه وتوريه وتفجر المواهب اللي فيه منقله صادر صادر يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله برنامجنا يفسح المجال لاكتشاف المواهب الناشئة عزق بمعلمته منحبه ومنضل نقله شاطر شاطر صغار على الدرب يجيكم كل أسبوع مع سلوى بكاري استنونا على إذاعتكم إذاعة منزل بوزيان FM على ذبذبة 103.5 ميجا هرت شاطر شاطر وبياكل ما بيجي وتيابه شو منقله ورجعنا لكم أعزائي المستمعين أوفياء راديو منزل بوزيان علشان خلفت ابني ولا شفت الأرض مع صغار على الدرب علي يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات مشفاش من الحنية في القسم الثاني ليه اللي يهتم بالمسابقات بين الأطفال ولا شفت الأرض هدت ولا واللي باش نكملوا مع صغارنا اللي جونا من مدرسة السوق فرحي مالوهش معا ضحكتها لما اتولدت بتكتر في الأعياء واللي كانوا حاضرين معانا الأسبوع الفارط اكتشفنا مواهبهم جونا اليوم باش يكملوا معانا واللي كنتوا تعرفتوا عليها في القسم الاول ترقص لك فوق شباكي وتصغرط لك تغروت متشرطه ونذكركم باساميهم غاده حدوري امل حدوري نورس زويدي ساجده نصري واسلام زويدي سوسن جدي تقوى حدوري احمد حدوري غيث حدوري وآية زويدي أذكركم مستمعينا الكرام اللي أنتم توا في الاستماع على راديو منزل بوزيان على الذبذبة 103.5 ميجا هرتز ولا شفت الأرض تهدت ولا ملت الحيطة يا بنات يا
نتلاقاو معاكم مستمعينا الكرام لطرح الأسئلة على صغيراتنا، وأحسن ما نبدأ به هو تاريخ تونس العريق. نبدأ بالسؤال الأول واللي هو حدث مهم صار في ولايتنا العزيزة. السؤال الأول، متى تحتفل سيدي بوزيد بعيد الثورة؟ 17 نوفمبر، 17 ديسمبر، 17 أكتوبر. نبدأ بسوسن. 17 نوفمبر. متى نحتفل بعيد الثورة بسيدي بوزيد؟ 17 نوفمبر، 17 ديسمبر، 17 أكتوبر. نورس، وقتاش نحتفلوا بعيد الثورة في سيدي بوزيد؟ 17 نوفمبر، 17 ديسمبر، 17 اكتوبر. 17 نوفمبر. امل، وقتاش نحتفلوا بعيد ثورتنا؟ 17 نوفمبر، 17 ديسمبر، 17 اكتوبر. 17 ديسمبر. غادة، وقتاش نحتفلوا بعيد الثورة؟ 17 نوفمبر، 17 ديسمبر، 17 اكتوبر. 17 نوفمبر. اللي بعد، تقوى، وقتاش نحتفلوا بعيد الثورة يا تقوى في سيدي بوزيد؟ 17 نوفمبر، 17 ديسمبر، 17 اكتوبر. 17 نوفمبر. احمد، وقتاش نحتفلوا بثورتنا العزيزه يا احمد؟ 17 نوفمبر، 17 ديسمبر، 17 اكتوبر. 17 نوفمبر. غايه، وقتاش نحتفلوا بعيد الثوره يا غايه؟ 17 ديسمبر. ايه، 17 نوفمبر. للأسف للأسف الأغلبية هكا يا صغارنا، هكا ما تعرفوش وقتاش نحتفلوا بعيد الثورة في سيدي بوزيد. نحتفلوا به نهار 17 ديسمبر. وقتاش تحتفل تونس بعيد الجمهورية؟ تونس كل عام تحتفل بعيد جمهوريتها، وقتاش؟ 6 فيفري، 25 جويلية، ولا 11 سبتمبر؟ غير، وقتاش نحتفل بعيد الجمهورية يا غير؟ 6 فيفري، 25 جويلية، وإلا 11 سبتمبر؟ 11 سبتمبر. 11 سبتمبر. آية، وقتاش نحتفل بعيد الجمهورية يا آية في تونس؟ هل هو 6 فيفري، 25 جويلية، ولا 11 سبتمبر؟ 25 جويلية. باه، تعادل. تقوى، تقوى، وقتاش تحتفل تونسنا بعيد الجمهورية؟ هل هو 6 فيفري يا تقوى، ولا 25 جويلية، ولا 11 سبتمبر؟ 11 سبتمبر. تعادل. سوس، سوس، وقتاش نحتفل بعيد الجمهورية يا سوس؟ 25 جويلية. تعادل. إسلام، إسلام، وقتاش نحتفل بعيد الجمهورية؟ هل هو 6 فيفري، 25 جويلية، ولا 11 سبتمبر؟ 11 سبتمبر. تعادل. ساجدة، أي ساجدة، نجم تقولنا وقتاش نحتفلوا بعيد الجمهورية يا ساجدة؟ هل هو 6 فيفري، 25 جويلية، وإلا 11 سبتمبر؟ وقتاش نحتفلوا؟ أعطيني أنت، هل نحتفل؟ هل هو 6 فيفري، أم 25 جويلية، أم 11 سبتمبر؟ وقتاش؟ أعطيني تاريخ، وقتاش؟ 6 فيفري ولا 25 جويلية ولا 11 سبتمبر؟ فيسا يا ساجدة، فيسا، هل هو 6 فيفري أم 25 جويلية أم 11 سبتمبر؟ 11 سبتمبر. باه، عدوا. النورس، نورس، وقتاش تحتفلوا بعيد جمهوريتنا يا نورس؟ 11 سبتمبر. عدوا. الأمل، 11 سبتمبر. غادة، وقتاش؟ 11 سبتمبر. أحمد، وقتاش نحتفلوا بعيد الجمهورية يا أحمد؟ 11 سبتمبر. هكا هو في الأرض تهدت ولا ملت الحيطة. نحتفلوا بعيد الجمهورية نهار 25 جويلية. باهي، يظهر لي هذا أسهل سؤال باش نسأله لكم. ما هو تاريخ استقلال تونس؟ هل هو 20 مارس 1956، ولا 14 جانفي 2011، ولا 17 ديسمبر 2010؟ وقتاش نحتفلوا؟ وقتاش تاريخ استقلال تونس؟ هل هو 20 مارس 1956، وإلا 14 جانفي 2011، ولا 17 ديسمبر 2010؟
أبدأوا بغيث. يلا غيث. هل هو 20 مارس 1956؟ 20 مارس 1956. أيوت. وقتاش نحتفلوا؟ وقتاش تاريخ استقلال تونس؟ هل هو 20 مارس 1956؟ وإلا 14 جانفي 2011؟ وإلا 17 ديسمبر 2010؟ 20 ديسمبر. هل هو 20 مارس 1956؟ أم 14 جانفي 2011؟ أم 17 ديسمبر 2010؟ 20 مارس 1956. هذه إجابتك؟ باه. إسلام، ما هو تاريخ استقلال تونس؟ 20 مارس 1965. لا، هل هو 20 مارس 1956؟ أم 14 جانفي 2011؟ أم 17 ديسمبر 2010؟ 17 ديسمبر 2010. متأكدة من إجابتك؟ توصل. 14 جانفي 2011. هكا بيتعد. ساجدة، شنو هو تاريخ استقلال تونس يا ساجدة؟ هل هو 20 مارس 56؟ 14 جانفي 2011. إجابت. يلا نورس. 20 مارس 1965. معناش تاريخ هذا يا نورس، عنا 20 مارس 1956 وإلا 14 جانفي 2011 ولا 17 ديسمبر 2010؟ 20 مارس 1956. أمل. 20 مارس 1956. تعديوا الغاد. وقتاش يا غادة تاريخ استقلال تونس؟ 20 مارس 1956. أحمد، ما هو تاريخ استقلال تونس يا أحمد؟ 20 مارس 1956. صحيت. إذن هو تاريخ استقلال تونس هو 20 مارس 1956. اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية وما نقش الحلوية حلوة الأيام. ذكركم أعزائي المستمعين للتحقوا بنا توا لأنتم على موجات راديو منزل بوزيان. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين، التحقتوا بنا توا لأنتم في الاستماع لراديو منزل بوزيان، واللي سألنا صغيرات في القسم الأول من الحصة واللي هي حصة مسابقات بين الأطفال على التاريخ. نتعداو للقسم الثاني منه اللي هو قسم الجغرافيا. أول ما نبدأ به هو ما هي عاصمة تونس؟ ما هي عاصمة تونس؟ هل هي سيدي بوزيد، القصرين، ولا تونس؟ غير. ما هي عاصمة تونس؟ هي تونس. آية، ما هي عاصمة تونس؟ هل هي سيدي بوزيد، القصرين، ولا تونس؟ القصرين. ما هي عاصمة تونس؟ سيدي بوزيد، القصرين، تونس. تقوى، ما هي عاصمة تونس يا تقوى؟ هل هي سيدي بوزيد، القصرين، ولا تونس؟ سيدي بوزيد، القصرين. واحدة منهم يا تقوى، القصرين، سيدي بوزيد، ولا تونس؟ ما هي عاصمة تونس؟ ما هي عاصمة تونس؟ يلا يا تقوى، هل هي سيدي بوزيد، القصرين، ولا تونس؟ تونس. ما هي عاصمة تونس يا أحمد؟ هي تونس. باب تعداول ساوس. ساوس، نجم تقولين عاصمة تونس شنية؟ تونس. إسلام. سيدي بوزيد. ساجدة، شنية عاصمة تونس؟ تونس. نورس قالت تونس. تونس. يلا أمل. تونس. شنية عاصمة تونس يا غادة؟ تونس. باهي، يعطيكم الصحة
الأغلبية جاوبت صحيح. نتداول السؤال الثاني، يظهر لي فيه سهل السؤال هذا. أين يقع برج إيفل؟ أين يقع برج إيفل؟ هل هو فرنسا أم ألمانيا أم إيطاليا؟ نبدأ بغادة. غادة، أين يقع برج إيفل يا غادة؟ هل هو في فرنسا أم ألمانيا أم إيطاليا؟ ألمانيا. أمل؟ ألمانيا. نورس، وين نلقوه برج إيفل؟ فرنسا. ساجدة؟ فرنسا. سليم؟ فرنسا. أين يقع برج إيفل يا سوس؟ فرنسا. تقوى؟ فرنسا. غاي؟ فرنسا. آية؟ طال. للأسف يا آية إجابتك غلطة، برج إيفل يقع في فرنسا. المستمعين اللي التحقتوا بنا توا، ونرحبوا بصديقتنا هدير الحدوري اللي التحقت بنا هي زادة توا. عسلامة هدير. عسلامة. نتعداو دونك للسؤال الثالث، واللي هو ولا شفت الأرض. والسؤال الثالث أكيد باش يكون في الجغرافيا.
إلى أي ولاية تنتمي منطقة دوز؟ هل هي توزر، إقبلي، تطاوي؟ نبدأ بيك هذه. تنتمي لوزارة تطاوي. غادة، دوز إلى أي ولاية تنتمي يا غادة؟ هل تنتمي إلى دوز، توزر، إقبلي، وإلا تطاوي؟ تطاوي. أمل، تطاوي. ناورس، تطاوين وإلا توزر وإلا قبلي؟ تطاوي. ساجدة، تطاوي. إسلام، توزر. سوسن، تطاوي. تقوى، تطاوي. أحمد، تطاوي. إلى أي ولاية تنتمي دوز يا أحمد؟ هل هي توزر، قبلي وإلا تطاوي؟ تطاوي. غيب، تطاوي إلى قبلي. آية، تقوى، إلى أي ولاية تنتمي منطقة دوز يا تقوى؟ هل هي توزر، إقبلي وإلا تطاوي؟ تطاوي. أي ولاية تنتمي منطقة دوز يا أحمد؟ توزر، إقبلي وإلا تطاوي؟ إقبلي. غيث، دوز، أي ولاية تنتمي دوز؟ إلى إقبلي. أي، إلى أي ولاية تنتمي دوز؟ هل هي توزر، إقبلي ولا تطاوي؟ تطاوي. للأسف معظمكم جاوبوا غلط. دوز تنتمي إلى ولاية إقبلي. للرياضة، أول سؤال باش نسألوكم، متى تحصلت تونس على كأس أمم إفريقيا؟ 2001، 2003، 2004؟ 2001. أمل، 2001. غادة، متى تحصلت تونس على كأس أمم إفريقيا؟ 2001، 2003، 2004؟ 2001. هدي، متى تحصلت تونس على كأس أمم إفريقيا؟ 2003. نورس، متى تحصلت تونس على كأس أمم إفريقيا يا نورس؟ 2001، 2003، 2004؟ 2003. ساجدة، متى تحصلت تونس على كأس أمم إفريقيا؟ 2001، 2003 أم 2004؟ 2003. إسلام، متى تحصلت تونس على كأس أمم إفريقيا؟ 2001، 2003، 2004؟ 2004. سوسن، 2004. متى تحصلت تونس على كأس أمم إفريقيا يا تقوى؟ 2001، 2003، 2004؟ 2001. أحمد، متى تحصلت تونس على كأس أمم إفريقيا؟ 2001، 2003، 2004؟ 2004. غيث، متى تحصلت تونس على كأس أمم إفريقيا؟ 2001، 2003، 2004؟ 2004. آية، نختم معاك يا آية، متى تحصلت تونس على كأس أمم إفريقيا؟ 2001، 2003، 2004؟ 2001. تحصلت تونس على كأس أمم إفريقيا سنة 2004. نتعداو للثقافة العامة ونبدأ معاك يا ساجدة، أكمل عجز هذا البيت، إذا الشعب يوما أراد الحياة، كمليه يا ساجدة. إذا الشعب يوما أراد الحياة، إذا الشعب يوما أراد الحياة، فبد أن يستجيب القدر. صحيح، تعد. إسلام، إذا الشعب يوما أراد الحياة، أكمل عجز هذا البيت، فلا بد أن يستجيب القدر. تقوى، تقوى، كملي عجز هذا البيت يا تقوى، إذا الشعب يوما أراد الحياة،
فلا بد أن يستجيب القدر. سوسن. فلا بد أن يستجيب القدر. أحمد. فلا بد أن يستجيب القدر. غير. فلا بد أن يستجيب القدر. أكمل يا آية. فلا بد أن يستجيب القدر. غادة. أكمل عجوز هذا البيت. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد يستجيب القدر. صحيت تعد. يلا أمل. فلا بد أن يستجيب القدر. نورس. فلا بد أن يستجيب القدر. نختم معاك يا هديل. كملنا عجوز هذا البيت. فلا بد أن يستجيب القدر. صحيت. وصلنا معاكم متابعينا الأعزاء لنهاية الجزء الأول من القسم الثاني لحصة صغار على الدرب اللي يهتم بالمسابقات. إن شاء الله تكونوا استمعتم واستمتعتم مع الصغيرات اللي جونا ونورونا من مدرسة السوق. تحية لهم وتحية للإطار التربوي للمدرسة على رحابة صدرهم وعلى رأسهم سي عبد القادر نصري مدير المدرسة. استنونا في الجزء الثاني من الحصة اللي تهتم بالمسابقات. استنونا مع نفس الصغيرات على نفس المكان في نفس التوقيت. كانت معكم على المسدح سلوى بكاري والفريق التقني جميل فاضل. إلى اللقاء في حصة قادمة مع صغار على الدرب. نقولوها مع بعضنا يا صغار. صغار على الدرب. Bye.
تحرص عليه يكبر ويحطك في عينيه. كلمة أهل وشو منقله صادر صادر يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله. قريه وتوريه وتفجر المواهب اللي فيه منقله صادر صادر يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله. برنامجنا يفسح المجال لاكتشاف المواهب الناشئة. صغار على الدرب يجيكم كل اسبوع مع سلوى بكاري. غير معلمكم يحبوا من ضل نقلهم شاطر شاطر. استنونا على اذاعتكم اذاعه منزل بوزيان اف ام على ذبذبه 103.5 ميجا هرت. شاطر شاطر وبياكل ما بيجوا وتيابوا شو منقلهم شاطر شاطر. خاتم النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وضع فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقلنا أن هنا تمنت الموت، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا الموت بل قولوا: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمت وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فقلنا أتمنى الموت المنهي عنه بسبب حدوث ما تكره، فكأنك كرهت الحياة وتمردت على القدر فقلت: يا رب قدني من عنه. إنما أن تتمنى الموت لأنك عالم أنك ستصير إلى خير مما تركت، ده موضوع آخر. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. النسي هو الشيء التافه الذي لا يؤبه له، والشيء التافه الذي لا يؤبه له عادة ينسى، مش شيء مهم في الحياة. أظن قصة الرجل صاحب علبة الكبريت اللي كان ضيف وساب علبة كبريت فيها عودين اتنين، وبعد ما خرج رجع تاني قال: والله ده نسيت عندكم علبة الكبريت. بالله المشوار اللي رجعوا وراحوا ده عشان علبة كبريت فيها عودين. إذا المسألة تافهة، كان يجب أن تنسى ولا يفكروا فيه فيها. طب ما دام النسي هو الشيء التافه الذي من شأنه أن ينسى، قالت: يا ريتني كنت حاجه تافهه ولا حد فاكرني ولا حد يعرفني. طب ومنسيا يعني ايه؟ قال لك: لان النسي شيء في ذات الشيء نفسه ان هو تافه، انما اللي بيتذكر ده واحد تاني، فقد يتذكر كما تذكر الرجل علبه الكبريت. يبقى منسي يعني برضه ما حدش يلتفت ليا ولا يفعل ايه ولا يفكر فيه. يعني ادي سبب تاكيد نسي بايه؟ بمنسى. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ناداها من تحتها، في قراءة طبعا من تحتها، من كان جبريل لسه موجود ولا من تحتها، يدل على أن الوليد هو اللي اتكلم، لأن جبريل ما كانش تحته، كان معها أم صحيح يعني بيكلمها، يبقى من تحتها دلت على أن اللي اتكلم مين؟ الوليد. فناداها من تحتها ألا إيه؟ تحزن. طب لا تحزن، الحزن يبقى منشأه من أمرين اتنين: منشأه الانقطاع عن الناس، ومنشأه من أنها في حالة ولادة ولا في أحد مثلا بيسندها ولا حد بيجيب لها حاجة. قال لها إيه؟ إن ربنا جعل تحتك سري، والسري هو النهر الذي يجري ماءه زلالا. وبعدين هيديها الطعام، قال: وهزي إليك بجذع النخلة. يبقى ادها الشراب وادها الايه؟ الطعام. وديا منطقية مع احتياج الإنسان للمقيت، الشيء اللي يقوته. احنا قلنا ان عناصر الاستبقاء في الحياة ثلاثة مترتبة على حسب أهميتها: الطعام، وبناكل ثلاث مرات في اليوم، ونقدر نصبر على الطعام قد إيه؟ نقدر نصبر على الطعام شهر، لأن مخزون عندنا شوية كده إيه؟ طيب، وبعدين المرتبة اللي أعلى منه شوية الشراب المية،
ما نصبرش عنها إلا من 3 أيام لـ10 على قدر ما في الجسم من مائية وهواء، وده ما نصبرش عليه ولا إيه لا لحظة، يعني بكتم نفس. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى لم يملك الهواء لأحد، لأن انغضبت على واحد وحبست عنه الهواء قبل أن ترضى عنه يكون مات. إنما قد يملك الماء قليل يعني، وقد يملك الطعام كثيرا. إذن فالمسألة إيه مرتبة؟ فراح مديلها إيه؟ هي الهواء هي في الخلق، يبقى عايزة إيه الأول؟ الماء. قد جعل ربك تحتك إيه؟ سرير، هذا الماء. وبعدين الطعام، وهزي إليك بجزع الإيه؟ بجزع النخلة. لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجزع النخلة. كلام كلام رب، وهزي إليك بجزع النخلة. طب هات أقوى راجل فتوة وخليه يمسك النخلة كده ويجي من تحت كده يهزيه، إن كدت نزل بلحة واحدة ده جزع ثابت. إنما أراد الله أن يجمع بين شيئين، الشيء الأول اللي هو طلب الأسباب والاعتماد على المسبب. الله الله ما شاء الله، طلب الأسباب هز النخلة، ده جاءها المخاض وتعبانة ووجع مؤلم، وجاية للنخلة علشان تتركن عليها لأنها ضعيفة مش قادرة تنهضم، تقوم تقول لا هز النخلة، هز النخلة. أقوى الرجال إن قلت له هز النخلة ما يقدرش يهزها، مش ممكن. أم قال لك وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله، يبقى أبقى الله لها اتخاذ الأسباب مهما كان الإنسان ضعيف، يعمل الأسباب على آخرها وبعدين يعتمد على مين؟ على المسبب. وهزي إليك بجزع الإيه؟ بجزع النخلة. وبعدين كنت تساقط رطب، طب ما هو الرطب يعني معناها أنه طاب، إيه يقول جنية؟ يعني استحق أن يجنى مش مبتسر. أم قال لك لا، لأن أنواع التمر كتير، فيه بلح لما يحمر أو يصفر يفضل برضه جامد وننزله، والفضل على أبوه يعمل إيه؟ يرطب. في نوع يرطب وما يصبرش على أبوه، لازم ينزل أنت تنزله. وفي نوع في البلاد الحارة يبقى يرطب وبعدين يقول إلى أن يجمد، اللي إحنا بنسميه الإيه بقى؟ التمر. فبقول رطبا جنيا. طب هو مدام رطب، قال لك قد يكون رطب ولسه ايه من جنيش، وقع كده من بهزه كده يقع، انما لسه ما ايه، لانه لو كان رطب وانتهى كان لازم ايه يقع، او يفضل امه ماسكاه لحد ما ينشف على ابوه عشان يبقى البلح جاف يقعد لطول الايه لطول الايه لطول العام. وهزي اليك بجزع النخله، ايوه يا سيدي، وهزي اليك بجزع النخله تساقط عليك النخله رطبا ايه؟ رطبا جنية، مش رطب لسه ما استواش نازل كده وتيجي تكليمه، لا ده رطب مش ايه؟ رطب مستوي. وهناك الم ترى ان الله قال لمريم وهزي اليك الجزع يساقط ايه الرطب، وبيقول يعني ان شاء اعطاها بغير هزه ولكن جعل لكل شيء سبب. وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. بقى في الرزق قال جاب الميه الاول والنخله بعدين، يبقى الشرب الاول ايه والاكل بعدين، لكن في الامر بقى بالانتفاع قال ايه كلي وبعدين اشربي. قال لك لان الانسان عاده ايه ما يشربش الا اذا كان يعني بده يبلع بقى ويعمل الحاجات دي، يبقى الشرب متاخر ولا لا، هو الضروري صحيح، انما ايه كلام كلام موزون كلام سبحان الله. وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. وشوف كلمة تساقط النخلة عليك رطبا جنيا، اسمها استجابة الجماد،
استجابة الجمال كأن النخلة، اوعى تفتكر ان هو البلحة طلعت يعني من طوع النخلة، لا ده هي لو مسكاها من الطربوش بتاع البتاع دي ما تقدرش توقعها، انما هي من نفسها لما تنضج تروح طرداء الثمرة، لما تنضج الشجرة نفسها تروح ايه رمياها. نعم. تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. طيب الاكل والشرب ده قوام المادة، بقي الكلام اللي اتقالت يا ليتني مت قبل هذا. صحيح المادة بتاعتها خلاص لقت القوت ولقت الشراب ولقت كل حاجة، قال وقري عينا. قري عينا كناية عن السرور، مش بتقول قرة عين لي ولك، يعني ايه قرة؟ قري اسكني. السكون ده عند العرب سكون العين على مرأى واحد دليل على أن العين صادفت مرأى جميلا جدا لا يغني عنه أي مرأى آخر، ولذلك تفضل مبحلقة له كده. قري يعني إيه؟ اسكني. اسكني عند إيه؟ عند ما تري، لأن ما فيش أحلى من كده. كأن العملية اللي أنت فيها ده قري بها عين، ده ما فيش احلى من كده في الدنيا. استفاء ايه يعني يا سيدة نساء العالمين؟ ايه اللي انت فيه؟ الهنا اللي انت فيه ليه؟ انت تقري ايه؟ وبعض الاحيان ياتي الاسلوب العربي للمقابل. المرأة اللي دخلت على الخليفة وبعدين طلبت منه طلب وبعدين نهرها، فقالت له ايه؟ اتم الله عليك نعمته واقر عينك. فقالوا له ده بتدعي لك دعا كويس؟ قال والله ما انتوا فاهمين ايه ده. بتقول اتم الله عليك نعمته يعني تزول منك النعمه، لان كل شيء يتم ويزول. ليه كل شيء يتم يزول؟ قال لك ليه؟ قال لك لان الانسان ابن الاغيار، ما فيش واحد ما يتغيرش، وما دام وصل للقمه وهو ابن الاغيار يعمل ايه بقى؟ لازم ينزل بقى شوية، ما وصل للقمة ومدام هو ابن أغيار ما يثبتش على حالة يبقى لازم ايه؟ ينزل. ولذلك يقول لك إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. ولذلك الشاعر العربي لما مدح واحد بيمدحه بيقول له يا شيخ انت كل كمالك متناهي والناس هتبحلق فيك وتحسنك من الكمال اللي انت فيه، انا بنصحك نصيحة لوجه الله، اعمل عيب واحد عشان الناس ما ايه ما تحسدكش. شخص الانام الى كمالك فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد. علشان ايه؟ علشان ولذلك كان زمان الولد اللي يطلع جميل كده وشكله ملفت يعملوا له ايه؟ يحط له فسوخه. ليه؟ قال فاهمين ان دي يعمل ايه؟ يرد عنه الايه؟ يرد عنه الايه؟ فلما قال له وقالت له اتم الله عليك نعمتك، يعني قال ده بتزول، واقر عينك يعني أسكنها بدون حركة، ولا تسكن العين بدون حركة إلا إذا ماتت. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا لا تدخلي معه في جدل، لأن المسألة بتاعتك ما تقدريش تجيب مبررات لها أبدا في أعراف الناس. واحدة بتولد من غير ما يمسسها راجل، كلام مش معقول عند الناس ومش هيصدقوا، وهيقعدوا زي ما بنقول احنا هنقولوا هالفطوة اياك، ويبقى كلام سفاهة بقى وكلام. فتعملي ايه انت؟ جواب ما يكره السكوت. جواب ما يكره ايه؟ السكوت. تسكت ما تتكلميش خالص. فكلي واشربي وقري عينا. فاما ترين من البشر احدا، ان شفت حد من البشر قولي اني نذرت للرحمن صوما. الله، صوما يعني عن الكلام، فلن اكلم اليوم انسيا. يبقى الصوم هنا معناه ايه؟ عن الكلام. يبقى الصوم برضه ويا زكريا ويحيى كان له كلام، ويا مريم برضه له ايه؟ لان المعجزات قريبه من بعضها. ده وجد بعطب الالات وده وجد بنقص الالات قد بعضها. فكلي فاما ترين من البشر احدا، يعني ان رايت من البشر احدا
فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. برضو الجماعة اللي بدهم ينتقدوا على القرآن وبتاع يقول لك بقى هو يقول لها إن شفت بشر قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طب ده هو قال لها أكلمه قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يجوز إن هي دي الكلمة الأولى اللي تقطع بها الكلام، أو يجوز أن يكون الدلالة بالإشارة، والدلالة بالإشارات أقوى الدلالات وأعمها. الأخرس لما يقعد في بيئة وتفهم عنه يستطيع أن هو يتفاهم ويتكلم والناس يفهموا عنه، يقول لك ده بيقول كذا وبيعمل كذا ويعملوا له إيه قاموس. الله، يبقى إذن طب خلينا كده نقول، إما أن نقول أنها لن تقول إلا الإعلام، ساعة ما يجي أي حد كده تقول إيه إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ويبدأ تنفيذ عدم الكلام بعد هذا النص، أو تشير تجيب نوع من أنواع الإيه الدلالة. أنواع الدلالة كتير، وأنواع الدلالة قلنا إنها أقوى أنواع الدلالات، لأن اللغات تواضع، يعني ناس يتفقوا على لغة وناس ثانيين يتفقوا على لغة، بتختلف اللغات، إنما لغة الدلالات الإشارية متفق فيها عند جميع الألسنة. فمثلا عملية كده كل لغة، تعال عملية كده يعني نعم، عملية كده يعني لا، عملية كده يعني هات الله. ففيه أشياء دلالية وتؤدي، والقرآن حينما تعرض لهذه تعرض لها في سورة أهل الكهف حينما تكلم، حتى إذا بلغ بين الإيه السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفهمون قولا، يفقهون قولا، ما أربوش إنهم يفهموا، يبقى ما بيفهموش من باب أولى، ما أربش إنه إيه إنه. ومع ذلك حدث بينه وبينهم كلام، قالوا بقى لا بقى بقى قالوا يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل وهو قال لهم كذا وقال لهم وفهمه، أم قال لك يجوز أنه احتلف فهم بدلالات الإشارات، دلالات إيه دلالات الإيه الإشارات. وهي برضو تقدر لما تشوف أي حد يبقى فهم إنها خلاص. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طب لن أكلم أحد ولا لن أتكلم أو إنسيا، لأن لها علاقة بالإيه بجبريل وبيتكلمها وبتاع وحاجات زي دي، يبقى يمكن جبريل يجي يشوف لها مخرج من المخارج اللي هو جاب اللي جت بإيده دي. هنا انتقل بقى للحتة السترية اللي بينها وبين نفسها وبين الولي، طب من تحتها دي اللي كلمني مين؟ قالوا جبريل. طب إن قلنا إنه جبريل إزاي لما حييه وتحمله كده وقومها يشوفوه وبعدين يقولوا لها أنت جئت أمرا فريا ومش عارف يا أخت هارون ما كان ويتكلموا، كيف تشير إلى الوليد؟ إزاي تشير إلى الوليد؟ ما هي مش هتتكلم، هتشير لمين؟ فأشارت إليه. طب تشير إليه ليه؟ لازم عرفت إنه هيتكلم. وما دام عرفت إنه هيتكلم عرفتها منين؟ قالت لأنه نطق من تحتها، قال لا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا كلي واشربي وقري. مسألة الوالد ما يتكلم ده أكد لها إنها في معجزة ومعجزة ضخمة، ولذلك وثقت من أنها حين تشير إليه سيتكلم. وثقت تمام الثقة أنه حين لا تتكلم هي هو اللي يتكلم. ليه؟ لأن كلام من يقدر على الكلام لا يستطيع أن يأتي بحجة تقنع الناس عن خلاف العادة، تقول لهم إيه؟ إنما حين يتكلم في الوهد وصابي وعمال بيتكلم هذا الكلام ويتكلم، يبقى معناها إن دي بقى معجزة، وما دام اللي اتكلم وهو وليد كده معجزة، يبقى لأن تأتي المعجزة في أمه من باب أول.
المسألة واضحة. يبقى إذا نقول له إيه؟ من تحتها لا تقول إنه جبريل، وقل إن من تحتها اللي هو مين؟ اللي هو عيسى الوليد. اللي بدليل إيه؟ بدليل أنها حينما جاءوا قالوا لها كذا وكذا وقالوا الكلام الشديد أشارت إليه. فكيف تشير إليه؟ معنى الإشارة إليه يعني إيه؟ اتكلموا معاه. دي هو ده اللي يقول. طب هو اللي يقول عرفتها ازاي دي؟ قالت لانه اتكلم لها وقال لها لا احسن الى اخر. فكلي واشربي وقري عينا، فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فاتت به قومها. هي اللي راحت بالجرأة كده طبكت الداري وتاخد الواد وتمشي في فيافي الارض ولا تتنقل بيه في اي حته ولا تعمل اي حاجه. هي اللي تيجي ما هي واثقه، ما هي معها الحجه، عارفه انه هيتكلم وهيقول حجه فاتت به قومها تحمله. حملها على الاول حملته في بطنها، وبعدين ايه الحمل الثاني غير. ساعه ما شافوها جاك ايه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريدا. يقال ان بعض المستشرقين سأل الشيخ محمد عبده في باريس وقالوا في حديث الإفك بتاع عائشة أم المؤمنين اللي تقولوا عليها كلام، فبيقولوا له بأي وجه قابلت عائشة قومها بعد حديث الإفك؟ ويقولوا حديث الإفك ما لك قلت انه إيه؟ ومنقول لك على ان الكلام من غير فهم حتى. باي وجه قابلت عائشه اليوم المؤمنين قومها بعد حديث الايه الافك انهم اتهموها بكذا وكذا وكذا. فبكل بساطه كده قال له بالوجه. باي وجه قابلت؟ قال له بالوجه الذي قابلت به مريم قومها اذ جاءتهم تحمل. بوجه الواثق من البراءة، وإن ربنا مش ممكن يسلمها. ولذلك لما قالوا لها اشكري النبي قالت لا أشكره عليه، هو عمل لي حاجة؟ إنما أشكر من برأني، أنا أشكر الله. فأتت به، كلمة فأتت به يبقى معناها إيه؟ دلالة على أنها واثقة أن الحجة ستوافيها بالوليد، وإلا فكان المفروض أن تخجل وأن تتوارى وأن لا تري قومها إيه شكلها ولا شكل والدها، إنما هي إيه واثقة. واثقة من إيه؟ من لا تحزني إيه؟ قد جعل ربك تحتك سريه إلى آخره. فأتت به قومها تحمله. ساعة ما شافوها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فري يعني قطع معتادا، الفري للجلد تقطيعه، والامر الفري هو الذي يقطع عاده الناس في ايه في انهم ما حدثت زي او من الفريه اللي هو تعمد الكذب. لقد جئت شيئا فريا. ادي الكلام اللي يجرح. يا اخت هارون، يا اخت هارون دي مبالغه في التعيير. مبالغه في مين؟ في التعيير. قال يا اخت هارون. قال لك ده انت اخت هارون ومسميه على وهارون متسمي على اسم النبي ونشأ في مش عارف ايه وبتاع، زي ما تشوف مثلا واحده لا مؤاخذه محجبه وحاطه في ايدها في ايد واحد مثلا وماشيين في الشارع، تقول لها يا محجبه مش كده يعني بلاش دي. لا يبقى يا اخت هارون ازاي هيحبس منك؟ يبقى تقريع ولا مش تقريع؟ تقريع. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. السوء هو الرجل الذي إذا صحبته نالك سوء، راجل سمعته مش كويسة ولما تمشي وياه يصيبك سوء، هذا الرجل السوء. ما كان أبوك امرأة إيه؟ سوء وما كانت أمك بغية. يعني من أين الأب شكله كذا والأم شكلها كذا، من أين جاءت دي؟ يدل على أن نطح الأسر يؤثر في الأبناء. ساعة الابن ما يشوف بيت ملتزم ويعيش بيت ملتزم كده ويفضل كده محاط بالعناية يطلع ايه
فبقول الحكايه دي مش طبيعيه وياك، ايه اللي جرالك؟ ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك، يعني جبت الحكايه دي منين؟ يبقى معناها انهم متاكدين انها عملت حاجه. يا اخت هارون، ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغيه، يعني من اين تجيئت بهذه المساله مصرين؟ فاشارت اليه، اشارت الى مين؟ الى الوليد. قلنا اشارت اليه دليل على انها ايه؟ عارفه انه هيعمل ايه؟ انه هيتكلم، لانه سبق انه كلمها فاطمأنت على انها تحمله، مش الجريمه بتاعتها، مش جسم جريمه، ده تحمل دليل البراءة لا دليل الإدانة. الله الله نعم. فأشارت إليه، هم استعجبوا لما تشير إليه، يعني إيه؟ قالوا كيف نكلم، أي نحن، من كان في المهد صبيا؟ مش استبعد إن هو يتكلم، ده هو قالوا إحنا هيبل نكلم، إحنا هيب، مش هو اللي ما يتكلم، ما قالوش كيف يتكلم من كان في المهد صبيا، إيه؟ كيف نكلم نحن من كان، يعني ده يطعم في عقلنا احنا، لاننا نتكلم واحد مش مظن ان يتكلم ازاي، فمش استبعاد ان يتكلم، ده استبعاد انهم هم يتكلموا وياه. فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. المهد هو المكان الممهد، وعاده الطفل اكمنه ما يقدرش يحوش عن نفسه المؤذيات، لازم نمهد للفراش بتاعه، ولازم، لان الراجل ما ارتحت كده ولقى حاجه حصوه ولا حاجه يقدر يقوم ويشيلها ويقعد، انما العيل الصغير يعمل ايه؟ ما يقدرش. يبقى ولذلك يسموا ايه؟ مهاد. يعني تلاحظوا انه لازم مهاد الطفل، مهاد الطفل يعني قبل ان تنيمه مهد له المكان، لأن اللي عنده وعي إذا آلمه شيء في نومه يقدر يتحل من الحالة اللي هو فيها ويشوف إيه اللي بيألمه ويعملها ويعدل ويعمل، إنما الصبي يعمل إيه؟ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. هم لسه بيقولوا كيف نكلم من المهد صبية، فقال لهم لا ما تتكلموش أنتم، أنا اللي هتكلم. يا سلام، الله. قال إني عبد الله. استهلاله كلامه بعبوديته لله دليل على أنه قد يقال فيه أنه ليس عبد وأنه إله أو شريك إله. فأول كلمة قال إيه؟ شوف كل المعجزات شيء، إنما أنا إيه؟ أنا عبد الله. ولذلك تجد إنكم هم قولوا ده اتكلم في الماء، نسألهم نقول لهم طب اتكلم قال إيه؟ ما يقولوهاش أبدا، لأن مقوله وكلامه ينفي معتقده. قال إني عبد الله، مش بس كده، آتاني الكتاب، ليش تطيق ما صبي، أتاك الكتاب؟ قال لك أكن دي أمر مفروغ منه. آتاني الكتاب زي ما قلنا هناك، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الله، تبقى معنى انه اتاني الكتاب يعني انا اهل لان اتحمل امانة السماء الى اهل الارض، وجعلني نبي، في السلوك بتاعي سلوك قوي، وما يمكنش يكون كده وبعد ذلك يبقى فيه مطعن، وان كان المطعن بعيد عني انا ماليش ذنب، انما برضو الايه؟ وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت. يبقى كم حالة؟ عبد الله، وبعدين آتاني الايه؟ الكتاب، والكتاب لسه هيجي لانه يتكلم عن الحق، لان لسه ما بلغش ان يتكلم، فلا بد ان يكون ملقن، ملقن اللي بيلقنه هو اللي هيعمل له العمليات دي. آتاني الكتاب يعني الكتاب خلاص جه انتهى، ما فيش كلام. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت، واوصاني بالصلاه والزكاه، ما شرع لي كمان ما دمت ايه؟ حيا، وبرا بوالدتي. ايه اللي حشر والدتك؟ ايه المساله دي؟ برا بوالدتي يعني لما يكبر ولا اي حاجه، وبعدين يعرف القصه انها جت من غير، انها ولدت كده من غير ما يمسها بشر ومش عارف ايه وبتاع، ما تعملش عنده ظلال،
ليه؟ لأن الأدلة هو الدليل، والدليل لا يشكك في المدلول، هو نفس الدليل. يبقى ما يمكنش برا بوالدتي، هو تقول ان انا هبتدي اقول لامي مثلا يجي لي خاطر ايه اللي عملته، ايه اللي مش عارف ايه، إيه؟ وبرا بوالدتي، وكلام منطقي، ولم يجعلني جبارا شقيا، لم يجعلني جبارا شقيا. يعني ايه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حين يرسل رسوله لا بد ان يجعله لين الجلب. ليه؟ انه سياتي ليخرج الناس مما الفوه من الفساد، والذي يالف الفساد ويعايشه يكره من يريد ان يصلحه، فسيتعرض لايه؟ لعمليات استفزازيه وعمليات ايه؟ عناد. فلو ما كانش لين الجلب علشان بس يقدر يستمين الأذن اللي تسمع منه رسالته ما تنفعش. ولذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. والسلام علي يوم ولدت. يوم الميلاد بتاعي كان سلامة. ليه؟ لان مثلا يصح ان لما يكون فيها ناس متحمسين وجابت الولد من غير اب ومش عارف ايه وبتاع وعجزيني ياخدوا الولد ويعملوا فيه اللي ما يعملوا ويعملوا في اللي مش عارف ايه، قال برضو مرت بسلام. والسلام علي ايه؟ يوم ولدت ويوم اموت. اشمعنى خص الولاد والموت؟ قال لك لان الميلاد وقبل الموت. قال لك ما هو برضو الموت هياخدوه عشان يصلبوه، وبعدين يشبه لهم انهم صلبوه وقتلوه وهو يرفع ربنا للسماء. طب ويوم ابعث حيا، ايه وجه السلامه هنا؟ ام قال لك لان ما فيش رسول سيسال هذه الاسئله، يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ يقول لي ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم، ما قلت لهم الا ما امرتني به. طب ما ربنا عارف ان الكون مش هيقول الا ما امروا به، ايه الحكايه دي؟ ام قال لك ده تقريع لمين؟ طب قل لهم كده انك انت اله صحيح والاهل قدامك. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ذلك اي الذي تقدم قصه عيسى ابن مريم، قول الحق يقولها الله قول حق. قول الحق، الحق هو الله. يعني ايه ذلك؟ عيسى قصة عيسى ابن مريم من اللي بيقوله الحق اللي هو الله، او قول الحق اللي هو ضد الباطل، يصح ويصح. قول الحق اللي هو الله، وما دام قول الله يبقى برضه حق مش باطل ولا لا؟ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، ما يقوله الله قول مين؟ الحق. قول الله او قول الحق اللي هو ضد الايه؟ الباطل. والمعنيين نلتقط، وما دام قول الله يبقى قول الحق ولا لا؟ الذي فيه يمترون. فكن ربنا بيقول سيشكون في هذا الكلام ويقعدوا يتقولوا فيه الايه؟ الاقاويل. فيه يمترون، انا بقول لكم قول الحق، اتركوا هذه الاقوال لانها ايه؟ باطلة، وخذوا الكلام من الحق لأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ذلك عيسى بن مريم، ذلك أي الذي تقدم أمره من أول، واذكر في الكتاب إيه؟ مريم إلى هنا. ذلك عيسى أي المتقدم عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه إيه؟ يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. اشمعنى جاب حتة الولد الأول كده؟ قال لك لأن حتة الشريك تنفى بأولية العقل، لأن شريك لله يعني يعمل إيه وياه؟ نشوف إن كان كل إله صالح للفعل وللترك يبقى دي صورة مكررة ملهاش لازمة،
وإن كان ده إله لكذا والتاني إله لكذا، يبقى اللي فيه دي إله يبقى نقص في مين؟ في الإله التاني، يبقى نقص وده إيه؟ محال. كويس كده؟ ولو أن فيه إله تاني لكان كل واحد خد إيه إله، ولا ذهب كل إله بما إيه؟ بما خلق، ولا على بعضهم على إيه بعض. فجيب حتة الولد، لأن الولد ده من الممكن أن يستبعد فيه الدليل. ليه؟ قال لك لأن دليله اتخاذ الولد أو حب الولد. لماذا؟ ليه الإنسان لما ما يخلفش أو يبطئ به الخلف عايز يجيب له إيه؟ ولد ويسعى له. أم قال لك لأن الإنسان ابن دنيا وهو يعلم أنه ميت ميت، فلما يقول ولد يبقى وصل ذكراه بجيل آخر، لما ما يجيش ولد يبقى بيه بانتعائه ما يذكرش في الدنيا. كأننا برضو متمسحين في مين؟ في الدنيا. اللي مش مشاهدها في حياته عايز ابنه يبقى موصول. يا أخويا ذكر إيه؟ الذكر يسبقك مش يبقى بعدك، الذكر هو اللي يسبق روح هناك. إذن اتخاذ الولد إما أن يكون لاستدامة استبقاء الحياة، لأن كل واحد ميت والله لا يموت، يبقى استبقاء الحياة ممنوع. طب أو يكون له عزوة كده ويساعده ومش عارف إيه، واللي يحتاج لدي يبقى ضعيف والله هو الإيه القوي. يبقى امتخاذ ولد دي منفية ليه؟ منفية لأمره. إن كان استدامة حياة الله لن تذهب حياته عشان يبقى موصول في ولد، إن كان علشان استعانة وعلشان كده ربنا مش عايز إيه؟ مش عايز معونه. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه، كلمة سبحانه يعني تنزيها له في ذاته، وتنزيها له في صفاته، وتنزيها له في أفعاله. فإن قيل في الله شيء يوجد مثله في البشر، كأن يكون لله وجه، كأن يكون لله يد، كأن يكون لله سمع سميع وبصير، إياك إنك أنت تنزل بمستوى الأعلى وتقول إنه سمع زي سمع، ولا بصر زي بصر، ولا وجه زي وجه، ولا إيد زي إيد. ليه؟ أم قال لك لأنك لك وجود ولله وجود. فهل وجودك كوجود الله؟ وجودك مسبوق بعدم، ووجود الله لم يسبق بعدم، ووجودك يلحقه عدم، ووجود الله لا يلحقه عدم. إذن ففيه أشياء توجد في الله وقد يوجد نظرها في البشر، بس إيه؟ ولذلك قال ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه، كلمة سبحان لما تبقى مصدر سبحان الله سبحان، فكأن سبحان دي اللي هي التنزيه المطلق لله، موجود حتى قبل أن يوجد خلق أمر. ولذلك استهلت بها سورة الإيه؟ الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده، لأن المسألة عجيبة، يسري من بيت المقدس لمكة وفي ليلة، وبعدين يطلع من السماء مش عارف إيه، هو من مكة لبيت المقدس وبعدين يطلع من بيت المقدس السماء. إيه مسألة؟ يقول لك سبحان، اوعى ما تحكمش ربنا الذي خلقك بقانون الزمان والمكان والبعد والمسافة. ليه؟ لأن كل فعل يتناسب قوة وقدرة مع فاعله، فما تعجلش الفعل عن فعله. شوف مين اللي فعل، أفعلها محمد سرى ولا أسري به؟ أسري به، يبقى مش شغلته بقى، شغلة مين؟ شغلة إيه؟ شغلة ربه. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه تنزيها له. ولذلك أكن كلمة المصدر دي لله تنزيه قبل أن يخلق الخلق الصفة دي له، وبعد ما خلق الخالق برضو الخلق سبح لله إيه؟ ما في السماوات وما في الإيه؟ وما في الأرض. ومرة سبح لله ما في السماوات والأرض. طب سبحوا وسكتوا؟ وقال لك لا، يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض. يبقى سبحان تنزيه له ثابت قبل أن يخلق الخلق. ولما خلق الخلق
الخلق ايه؟ سبح لله ما في، وهل سبح وانتهى؟ قال لك يسبح لله ما في سم. وما دام الله له تسبيح سبحانه الازل والخلق سبح وظل يسبح، يبقى انت يا مخلوق والخلق ده كله لك سبح باسم ربك الاعلى. انت ما انت الشاذ في الوجوه، انت بقى تستقيم وتسبح. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. طب واذا قضى امرا فانما يقول له؟ قال لك لان الايه مخالفات للنواميس كلها، فاياك ان تتعجب من ان يفعل الله ذلك من زكريا ويحيى. بعطب الاله، الاله موجوده بس معطوبه، واياك ان تتعجب من نقص الاله في مساله مين؟ عيسى وعيسى ابن مريم ومريم. واياك ان تتعجب من ان اللي في المهد يطلب يتكلم. كل دي نواميس خارقه للعاده ولا مش خارقه؟ فاذا كانت خارقه للعاده خذها كلها في اطار ايه؟ سبحانه، اي تنزيها له، لانه اذا اراد شيئا لا يعالجه بعلاج وعمل، وانما يعالجه بايه؟ كن فيكون. إنما فإنما إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن إيه؟ كن فيكون. أم قال لك ده كن دي مكونة من إيه؟ من كاف ونون. طب ده هو قبل ما تيجي النون يكون موجب. إنما أقصر فعل أمر هو هيقول إيه بقى؟ كن فيكون. وبيقول لك ايه؟ ويجب ان تفهم من النص انه يقول له، بيقول للمين؟ للشيء. قال لا، طب ده هو لسه هيخلقه. الله، كانه موجود ازلا بس بيقول له اطلع، يا مستخبي اظهر بس، انما موجود هو موجود. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله، كلمة الرب يعني المتولي التربية، والمتولي التربية معناها يأخذ المربى بالرياضة إلى ما يصلحه في مهمته. نشوف دي مهمته، زي ما تربى واحد عايزه يبقى إيه؟ مهندس، من ربي تربية مهندس. عايز يبقى دكتور، من ربي تربية دكتور. عايز يبقى مثلا صانع، يعني ربي تربية الصانعة بتاعته. يبقى المربى بيعمل ايه؟ المربي يأتي في المربى بما يصلحه لمهمته، في مهمة الشركة عند الناس كلها وهي مهمة العبادة، وفي مهمة لمزاولة أمور في الوجود. كل واحد ايه؟ ربي وربكم. طب ربي وربكم، مدام ربي وربكم يبقى كن ربكم، يبقى لازم يربي لكم المسألة اللي تصلحكم لمهمتكم، واللي تصلحكم لمهمتكم مش هيخاطبكم مباشرة، لازم هيبعتني لكم، بعتني لكم لازم يربيني أيضا للإيه؟ للمهمة. يبقى هو ربي وإيه؟ وربكم. ومدام ربي وربكم من الواجب أن تطيعوه، لأن معنى العبادة فاعبدوه يعني إيه؟ العبادة أن يطيع العابد المعبود في أوامره وفي نواهيه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلى آخره. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي لا التواء فيه، يوصلك إلى مقصودك من أقرب طريق بدون التواء. ولذلك أنت لما واحد يكلمك يقول له ما تتلويش في الكلام، تعالى إيه؟ تعالى عدل كده وتعالى دوري. إذا الخط مستقيم معناه إنه هو ده اللي. فاختلف الأحزاب من بينهم. اختلف الأحزاب يدل على إن كل حزب له رأي. ما هو قلنا هو واحد قال فيه إيه؟ ده إله. واحد قال ده ابن إله. واحد قال ثالث إيه؟ ثلاث. واحد قال ده ساحر وابن زين. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. انتوا قلتوا اللي على راحتكم في الدنيا ليه؟ لان الله جعل ارادتكم على جوارحكم نافذه الامر. تمشي الخماره رجلك توديك،
تمشي للمسجد رجلك توديك. الله. تبص لغير محارمك ما ماشي. تبص المحارم ماشي. الله. إذن الإرادة، الله خلق الإنسان بكل طاقاته وإيه؟ وإرادته مسيطرة عليه. ساعة ما يعوز فعل يفعل. ولذلك كان له اختيار. وحنعاقبه على اختيار ايه؟ يعني وجهت الجرح دي لايه؟ وجهت لسانك لايه؟ الى مامور به؟ انت قادر عليه صحيح، انما مامور به ولا مش مامور؟ هذا الايه؟ الكلام. اذا فلك ملك على جوارحك توجهها حسب هواك. الدنيا ربنا عملها كده، لكن في الاخره ما فيش هوى لشيء ولا مراد لشيء الا الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والى لقاء اخر ان شاء الله.